jungle. رمضان كريم. صحن السلطة الأساسي عندنا في شهر رمضان والمفترض يكون على مدار العام. ليش؟ صحن السلطة بخضاره المختلفة، الفليفلة والجزر والبندورة والخس والجرجير والفجل وغيره من الخضروات اللي احنا بنحطه على صحن السلطة، وما ننساش الليمون والخل الطبيعي عشان نقوي جهاز المناعة، عشان نحصل على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بكمية وفيرة، لأنه احنا بأمس الحاجة انه احنا نقوي جهاز المناعة.